يوم عقد حزب التجمع الوطني للحرار المجلس الوطني ديالو يعني في الموعد ديالو، وهذه محطة تنظيمية وكان فيها نقاش وتقييم حول يعني العمل ديال الحزب في هذه السنة الماضية منذ يعني الانتخابات الأخيرة، والحزب اللي كيتواجد في رئاسة الحكومة كذلك على تدبير الشأن المحلي والجهوي. فكانت نقاشات يعني اللي كتتمم العمل لا ديال الحكومة ولا ديال المنتخبين، ولا كذلك العمل اللي تعمل في إطار ديال تعزيز الهياكل ديال الحزب وكل الهيئات ديال الحزب اللي عقدت الاجتماعات ديالها والمؤتمرات ديالها في وقتها خلال هذه السنة الماضية، وخصوصا الشباب والمرأة، وكذلك هيئة المنتخبين اللي غادي تعقد المؤتمرات ديالها في هذا الأونة هذه. فخطاب تقرير ديال السيد الرئيس كان تقرير قوي جدا، ويعني والإيجابيات فيما يخص يعني النتائج والمخرجات ديال العمل ديال الحكومة اللي هي غادي تكون إن شاء الله تاريخية في هذه الصفرة اللي هي قصيرة. فهذه الاجتماعات مع المهنيين هي كنعقدوها في إطار تتبع ديال سلاسل الإنتاج، واللي كتعرفوا بان في هذه الأونة هذه كانت هناك يعني السلاسل اللي كتعرف التطور خلال السنة كلها، كتعرف التطور كاين كتطلع كتهبط. هاد الأونة الأخيرة تلاقت فيها عدة سلاسل اللي طلعت في مرة واحدة، وهذا الشيء يعني طبعا جاء يعني كنتيجة لهذه الاضطرابات ديال الطقس اللي كنعيشوها، هذا يعني خصوصا الحرارة اللي هي الدنيا اللي هي هبطت بزاف واللي مش اعتيادية، واللي يعني فيها بعض الخضر اللي النضج ديالها ما وصلش يعني في وقتها، وكان هناك واحد تأخر. فهذا الشيء ظرفي وعطى يعني واحد يعني الارتفاع في الاسعار ديال الاسواق، فلا فيما يخص الطماطم ولا البصل ولا يعني البطاطيس، ولكن هذا الشيء ظرفي، وهذا الشيء كنجتمعوا مع المهنيين باش كنلقاو معاهم الطرق ولتنزيل الاجراءات باش الاسعار تولي المستويات ديالها عبر يعني تمويل اكثر، تمويل كاين للسوق ماشي انه ما كاين حتى حاجه اللي خاصه، ولكن خص يكون عندنا الوفره اكثر باش تهبط الاثمنه. هذا هو الهدف ديالنا، هو الاثمنه تهبط، وهذا الشيء كاين برنامج معاهم وكاين تشاور معاهم، وكنطبقوا داك الشيء اللي كنتفقوا مع الفلاحه، لان هما اللي كينتجوا دونك خصهم ينتجوا. كاين واحد التوازن اللي كنحثوا عليه بين التصدير وبين السوق الوطنيه والاولويه للسوق الوطنيه. كاين هذا الشيء كذلك في اللحوم، اللحوم اللي عرفت واحد هذه السلاسل ديالها واحد فقدان التوازن، نقول من ماشي غير من الجائحه ديال كورونا ولكن من المقاطعه، من الوقت ديال المقاطعه، واللي من بعد جات كورونا اللي زادت عليها، ومن بعد فجينا يعني هذه السنه الماضيه باش رجعوا لهذا التوازن وتشكيل ديال القطيع، جا واحد الجفاف اللي هو مطول طويل ما عمرش شفنا بحاله. فكانت اشكاليات ديال الغلاء فيما يخص هذا الشيء ديال المدخلات ديال الفلاحيه والاعلاف والتكلفه ديال الانتاج بصفه عامه، والوزاره كتواكب هذا الشيء، والحكومه اتخذت عده اجراءات باش هاد يعني الامباكت اللي كان في هذه الاونه الاخيره في مثال اللحوم باش ترجع اللحوم للمجاري ديالها المستويات ديالها. كاين انتاج اللحوم اللي غادي الابقار اللي غادي تستورد باش تمشي للذبح باش نحافظوا على القطيع ديالنا في واحد الاونه ديال بعض الشهور، وخصوصا باش هذه الاثمنه ترجع للمستويات ديالها قبل شهر رمضان ان شاء الله.